طبعا الحين حبيبي حاجين فندق دافعين فلوس ما نسوي مقلب والله حرام ابن عمي والله ما تردد اليوم حبيبي تعبني سيفو انا ذا الفرص ما فوتني استنى ما كي مره خيط مال حد توقف Gotti! Gotti! خلاص خلاص سبعة شوف ساعة كم سبعة تقبل خلاص خلاص طلع يلا بسين سوي عندنا شغل يلا قوم على النوم بسنا صح والله بس خلاص يلا ابي حياكم اول شيء تعال تكلم عربي مثل الاوادم انت بعدين تكلم انجليزي طبعا اليوم الطبخ هنا اليوم هنا الطبخ وين المكان الغالي؟ وين وين وين؟ ها؟ مطبخ نون مطبخ شو؟ نون حبيبي في مسقط عيش العوق انت البوت استاذ محمد حبيبي والله العظيم انك منور والله حبيبي نقص السعدي يا ريال منورين حبيبي هذا هو البوس توصلتك انا بطبخ؟ انا بيض ايش دراع ما بطبخ بيض المهم خلكم جاهزين منور منور حبيبي قسم بالله منكم منورين طب هذا حبيبي ايه اسمع 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 الغالي غالي احنا جايين نلعب كوره جايين نطبخ جايين نطبخ كوره والله العظيم عليك اقول لك تخيل محمد محمد نعم اني ماكل وابي طلعت لي هاي الطبخه يا جماعه الخير ساعدوني شو شو المكونات نوفلي شو المكونات شو ما يبغى غالي وش عسل وجولة كولا جولة وش جولة زين والله تمرق بعد الحين التحدي بطريق سمن سمن طحيني شو بعد وين ملح ماي بس طحيني ملح ماي بس مرة أي واحد عنده مطعم يسكر من اليوم خلط المخلط خلط خلاص حبيب باقي الماء وباقي شو والملح المعاد قايز عليه لا 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 ايه هناك الكوشه اللي تطبخ ليله قسم بالله بدون ملح انت شو تطبخ شو تطبخ علاوي
كيف تطبخ؟ شو يعني جولة؟ شو يعني جولة؟ ها؟ شو يعني جولة؟ والله ما أعرف. وعسل ليش؟ من الحين أقول لكم أي مطعم يفتح أو فاتح يبنده. بخبر لكم مكونات الطبخ. خاصة سمن وطحين وملح. بس ما ركزت كم شو ذا؟ شو هذا؟ سمن ويش؟ فور أيوة خلاص غلط عندنا مطبعي. المهم هذا هو الطبخ. شوفوا أمل يا الله وين الحركات حبيبي ملح كيف القياس؟ خلاص والله أو يستنى عن قياس أي قياس A few moments later. اكتملت 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 البوس مرة مرة اكتملت يبالي ملح ايش؟ لا 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 هو خلاص قايسنا لا تم زيد ملح لا تم زيد ملح انا شاد حيلي من الصبح لا تم زيد ملح يلا شاب يلا ها ها يا سلام يلا ابدأ ها الله الثاني بعد ها الثاني بعد غط الثاني أبو الشرط شير كله ملح مورك لا فيلم يا ابني بيكون على طيبة شوف شوف تعلم 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 حبيبي هي 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 أنا الشيف اليوم يلا لا لا والله لا كبو نال يا نال غش يا لشاش غش عليه ايه ايه ها يوس عليه حبيب وقف يا اخي لا تاكله يا الله اليوم ان شاء الله نفوز زين برشلونة ان شاء الله انت شو تسوى غبي شو سمن باللوكس انت تقول لا تقول له حبيبي كيف الحال يا قسم بالله ما انا ضارب النط انت اللي قايل له قم له والله تقم له والله بعدك برا قسم بالله ما انا قايل له والله اللي قايل شو يسوي يا اخي بس قسم بالله انزل قوم له الكوشه ما كنت تضرب قم لي لا لا كوش انا قايل لك انا قايل لك كوش انا بس خله خله بس نسير هناك بالدراجه هناك الشقه ورب الكعبه يا رشود ان اليوم يا اخي شوفوني ارمس التليفون شوفوني الو الو لا 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 والله قسم بالله الو 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 رشود ما يضحك والله يضحك ما يضحك والله ما يضحك والله خلاص شوف متابعين شوف متابعين الله يحفظكم الله ما شاء الله اهم شيء مطعم البيك في الفجيره شارع الغرفه ها بامانه اكلهم حبيبي اكلهم خطير وبالعافيه عليكم مشكورين شاكم ناس ابو اربع شاير الله يسعدكم بعد برهانين ما عبنا جو اربع شاير ودني مستجب ودني وقاس الضغط ما عبنا السكري بيموت والله بيموت الله رافع ضغطه اليوم انا مسكين وش قال فنك وش قال فنك احمد ربي اني ما تحديت عشان ابو احمد ربي والله عورني يلا ابوي راح يا مستشفى الحين اللي ليه واللي ما ليه ونحر ريال مدريد وسوي ورحان انت متى تعرف ريال مدريد يا حبيبي ايه بابا انت ما تعرف كيف يشوتون الكوره كم عدد لاعبين الكوره يا عمي روح ارقد روح اي مكان المهم ما لا لا طر شيء سلام عليك ايفون 12 500 جي بي ما يضحك وش فيك بابا ها شو دلش ده كم ايفون 12 500 جي بي 5700 والله خبز هيبه هيبه كيف كلكم تعال 2 hours later سلام
والله اصلي شوف 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 يبا يسوي جو على حسابي كل يوم يسوي جو الو بيك مستي اسو اوكي نمنيو اسو دي مغلو بيبي سنو كان كوسف مو او او سيجنا او سيجنا باي I don't like where this is going او سيجنا بي سيجنا خاين اسكا يا بابا يا اي منو ابو سلام يا وانا قال مو يا دي بابا شو هذا ماسكرا والله يا اخي والله قد جو ما حلو بابا ويد مسخرة وما قال لي وات ذس هو فكرت يو ابوي شاب شبوبة ابوي الشيف بو الشيف قدر طلع من الناس حبيبي شوف شوف حبيبي شوف شوف مضبط لي بحرات ابو مريم وابويه بعد شي كروب وين؟ نمسك كروب اصبر اصبر انا خروب اصبر حبيبي اليوم الذبيحه برعايه ابو مريم بهارات ابو مريم خلطه اللحم ابو مريم حبيبي وربي وربي بلاش حياتي سوي حياتي واليوم تضبيط ابو مريم حطينا العيش ابو مريم شو سوى لنا؟ مكبوس لحم طويل حبيب ها بن عمي ذاك شوف القدر لا مدبون ها لا مدبون لحم مدفون لحم مدبون انت ما يعرف شيء يا لطف المهم ان اللعبه مراويكم ابوي بكل شيء مراويكم حبيب حبيب دخاني دخان بهارات ابو مريم حبيبي ترى شو لي حبيبي شوف 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 ما شاء الله شهم لهم شو شهم لهم حبيب 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 يعني بابا اليوم تاكل اليوم ايش ما تاكل قبيله A few moments later. حبيب بن عمي يقولهم حبيب قول كل من ثوم لين ما تروم كل ما تروم لين ما تروم حبيب جو 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 كل ما تروم لين ما تروم مريم هذا مالي يا قبط شو قبط كبد كبد قبط قبط نبشي شي ابو شنب حبيبي ريال انت ريال انا ريال منك بعد صبر زين انبر عويك حبيبي عدول عدول بهارات ابو مريم اليوم نحن نجربها اليوم بهارات جو اسمع ريحة شو اسمع ريحة هاي بعد اسمع ريحة يعني على منو راس ابو مريم عند بن عمي دراني كيف ببطل هذا ما ببطل ايه ايه ما زين قوم ما يببطل افا منقود شو منقود تعال شو منقود ذا كلها كلها بس قسما بالله ان البهارات تفوز صح مال ابو مريم تفوز قسما بالله ابو مريم بالعافيه عندك بهارات نعم موجوده اباك تضبط حاضرين والله اباك تضبطهم والله بخليه يضبطكم بالبهارات ابوي اللي بخلطه اللحم مرتك جاهزه شوف 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 كيف مره يا سلام مره جاهزه ابويا اطلب بالواتساب هسه الواتساب بحط لكم الصوره ومرة حشروا الريال حشروا شباب 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 حياكم تعالوا بنسيك الناس الصغير شوك شباب حبيبي يا قيادي هذا قبيل يا رب بطل بشنب حق الشباب ايه قيادي بابا شو شباب انا شو قصدي شباب ها انا شو قصدي شباب ايه حق ربع الدول قالي ولي يلا 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 ولا انا شو قصدي شباب يا قيادي هذا بابا والله انت حياتي كيف الجوازي قبيل شو الدول الدول عبد الله تسوي جو بابا والله يلا يلا ايوه بس اجرب اكلك يلا جرب هاي ماتي هاي هانتون هون والله تعطاني هاي والله 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 مو قسم بالله والله خلاص ما البلاش وانتهت وخلصنا من الطبخة ولله الحمد شو رايكم بالطبخة جربتوها صح اعتقد هاي اسمها معلي
هذا لما عرفني يقول لي سوى كذا سوى كذا، ما عرفت. المهم تعلم وتعلم وتعلم والله.